ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذا فريق رواد المملكة ومحبينه، هذه الرياضة اللي نشجعها، هذا الشيء اللي ندور عليه. اطلع تنبسط في تنظيم، لما تكون مع فريق تنبسط، القلوب واحدة، الايادي واحدة، التنظيم واحد، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، ما تقدر تقول إلا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كفو يا سلطان، آخر سيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الوادي الجميل، الوادي الفظيع، الوادي اللي بصراحة تيجي تحتار فين تصور وفين تسوي فعالية. لقينا العقم الصغير اللي فيه مطب اصطناعي، شفتوه هذا المطب. قدم يا أستاذي، من هنا أروح بيتكم، ما أبغى أحد من هنا. يلا سنت بحار، أنت ما حد يشربك، قدم. يلا سمي بالله، ندخل في الفعالية على طول. بلال بلال، ايوه هنا الكلام. وما ترجع لي من اخر الدنيا ما ينفع، ثنتين وغيرك بسرعة. الشباب اللي هناك كله يجون بالله. ناديتوا لي راعي السيارة ذا قبلك؟ لا انتبه، الله يرضى عليك، ترى السواق ما يشوف. لا لا ايوه اطلع ما يخالف، روح. تعجبني اللي ايش ما يكابر، لانه لو عافر فيها وعافر فيها بيجي غيره. انت فكت له خط، خليها صعبه. نفس الخط، تعال تحت شباب، بالله انتبهوا اي احد، لان السياره طالعه هنا ما في فرامل. قدم شوي. يا ولد اها ايش هنا؟ ايوه تعال شوي، ما ينفع انك تجيبها عبد الله. لا تعال شوي بعد خايفين. لا تعال يلا، بسم الله. انا عارف انك بتجيب، عشان كذا قاعد اقدمك من اول. ابو عبد الله سلمك الله، صدم الطعس ابو عبد الله، وقدم خشمك قدام يا ابو عبد الله. ان شاء الله تبارك الله، ونجيبك يا ابو عبد الله، لو تقعد بين اشجار البرشومي نجيبك. تمام، نجيبك يعني نجيبك، جمهورك يجيبك. بسم الله. ايوه لا قدام شويه بس، انه لين يعتدل الصدام الامامي مع الخلفي، ثم توكل على الله. سمي بالله سلطان، ليتك تنزل لهم تحت. والله قوي يا جماعه الخير، اذا احتجنا وايرات ولا شيء موجوده. بسم الله. نعطيك 10 سنتي ورا، نعطيك 10 سنتي ورا. لا ما يضر، ما يضر ما يضر ما يضر ما يضر، يعني شيء بسيط يعني ما يعتبر ضر. بس عندك اي لا لا بس يلا سمي بالله. تبارك الله، ذكر الله طيب يا عرب، قولوا لا اله الا الله، يلي يا معنا قولوا لا اله الا الله. ما شاء الله تبارك الله يا سلطان. شوف الاولى قدام ما جت، خذ مراحل بس.
والله ما هي بسهله، يبغالك انزل الهوا شوي بس. والله ما هي بسهله. ليش؟ لان فيها مطب. سياره يا عيال، سياره يا عيال. لا 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 طقم الله. ابو احمد بالله السياره على طول تظن تفوز. اسمع اسمعني اسمعني اسمعني، عشان ما يتعلق اول وحده دكه كذا نتش. ايوه كفو. انا اقول ليش ابغى ذا؟ عشان ذا. هذا ولد عمك حق سبراني؟ لا لا اوريك انا. كانوا ينتظرون. يلا يلا وين ناظر اللي وراك؟ معايا 300 كيلو. هذه المشكله. يا عيال بالله انتبهوا، لا تيجي سياره من هنا يختلنا واحد جاي، هذا طالع والله ما يشوف قدام. بسم الله. والله هذه فيها انك شوي. والله تحفرتها للي غيرك. اسمع انا من زمان على الحفلات. الله اكبر. اجيب البعير اللي هناك، شوفوا ما شاء الله تبارك الله يتمشى. الله ضرب بويه كذا حلوه، شوف تخبير هذه. يا ود اخلص اخر مره، ترى اعطيناك بزياده عشان بس عشانك مركب كبرات جديده. احول الله. يمين يسار يمين يسار. اطلع مع مع دوران الكفر. ايوه روح عاكس عاكس عاكس. ضيعت شفت الحركه ذي ضاعت. بعد واحده تيجي ان شاء الله كذا. شوف تدبيل. اعطونا واير انسدح هنا يا عيال. نشب نشب. اجيب واحد جنبك هنا نشبه. تعال ناشري جنبه بالله اخطم عليه. والله ضيعت الحركه اللي تحركت السياره. لو عكست مع الدكتور هذا كانت حركة كفر ذا طلع. دائما يا جماعه الخير لو جاء علقت كذا ولا شيء، ترى الحركه الاولى هذه هي الانقاذ حقك. بس ولا حق العنوه رابطه الوالد. يا سلطان الوار اللي من ها آه؟ خلاص خلوه هنا منسدح هنا بالله. هلا قال لي دعسات بس لو ما لها اي دعوه. يلا عبد الله امسكوا لي الصغير بالله. يا هذا شو اسمه؟ هيثم. فين الجيب حقك يا هيثم؟ ما يصير يا هيثم، لازم تيجي تجرب زي هذا. وشوف هذا عبى سيارته تقرب. هيطلع ولا ما يطلع هيثم؟ بالله الصغير هذا ومن ولد هذا؟ مين؟ ما ادري اخذته. اخذته؟ ايش اللي اخذته؟ اسكت كذا بيده ايش يسوي؟ ها؟ تيجي فلاد. ايش؟ فلاد تيجي. ايش يقول؟ يقول له تيجي تيجي تيجي. يقول لك روح قد قدام. والله عدمنا زين. جاء ايش اسمك؟ محمد. ونعم يا محمد، هلا والله وسهلا. منى وين ابوه يا سعيد؟ اما بشوفه قدام. ايوه بس وليد بالله خلك هناك، انتبه لاي احد يجينا غلط. يلا يا ناشري. روح حياك يا امين. اكيد كلمني ياسين. ما في الا البقي جابه من اول مره ما شاء الله، ولكن ما نقارنه بالسيارات ما شاء الله تبارك الله. قوية يا جماعة الخير والله مين سهل. تعال يا هيثم تعال علمني، قول لي هذا بيطلع ولا ما يطلع؟ يطلع. ها؟ يطلع. هذا تعجبني يومك حفرته والله كذا. سوى طلع الدفلوك.
لقينا لنا هالفنجان اللي متعوب عليه وما في يعني ارجع زي ما تبغى. اسمعك انا. حيا الله الجمهور اللي متابعنا وشرفنا ودعمنا هذا اليوم. الله تبارك الله. انفض انفض اول انفض لا يتخذ الرمل فيها. ها وليد وخر على المسار. اعرفك انا وعرفنا الناس اللي قبلك. وطفى. انه يعاني من مغص قليل ولكن سوف يشرب ماء غريب ويطلع. اوه ماء غريب يا قدمك يا ابو فيصل. ماء غريب. في كلام ابغى اقوله يا جماعه الخير تمام، واتمنى انكم تسمعونه من ابو فيصل تمام. محبين ابو فيصل وغير محبين. بسم الله. خلاص خلاص ريح الكلج رايح الكلتش عشان لا يسخن. إيه لانه الحرق الجامد ما هو بسهل. في ناس بدت يعني انه يكون ابو فيصل مو عاجبهم ويكون ابو فيصل شخص غير مرغوب فيه. عليك يا رب عليك. الله تبارك الله. خلونا الكلام هذا اسمعوا لي يا بالله في اخر المقطع لانه الان ما اتكلم كلمتين وحارج عليك يعني ينقطع لانه ما اتابع مع السياره. لكن مهم جدا الكلام اللي في اخر المقطع. اتمنى ايوه ايوه انا عارف الكلام. يلا بجيره سريع ما في وقت. مرتين وما وغيره. سلطان مرتين واطلع. هذا نص مره خلاص. ارجع ورا. مشرفين ومنورين ومحزم والله العظيم. يوم كنا في التوجيه وكل جاء وخوانا ما شاء الله وبعضهم والله راح يتمشى يعني المنطقه. عليك ربي ما شاء الله تبارك الله. التهديد لي مشي حاله. ها العلامة القشع. يعاني قليلا أبو خالد. ولو رحت كذا كانت جات معاك. ايش قاعد تشوف؟ غمض عيونك يا ولد. نمسح لك الخط الحين. كفو يا ابو خالد كفو يا ابو خالد. والله للامانه اللي يجرب فيكم مرتين ترى عشان ترتاح السياره. لكن تزر عليها تزر عليها. هذا مع سلطان هنا كذا اشنق اشنق ذا. ارجع ورا بس يا بالبيع. لا والله ما ما هو وحش ولا شاف الوحاشه. ما واثق في نفسه. الا والله ابو عامر ما شاء الله تبارك دخن المكان هذا علينا. ها اخوه ابو عامر هنا. وين ابو عامر؟ هنا شوفه. هذا ابو عمار اخوه. او يا ولد صار عليك ربي ما شاء الله تبارك الله. اخو ابو عامر اللند يطلع يا وحش يا لند. بس من عندك السيارات اللي زايدين اعطيها مسافه لان هذه تعتبر عائليه الى هي دفع 14. ولا يهمك على مالك على مالك في الرجوع. ها
دقيقة 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 شباب الدعسة الأخيرة دائما أقول يا جماعة الخير إذا ما طلعت السيارة تمام لا تدعس لأنك تدعس الأربع كفرات تغرز في الرمل الشاصي يلصق في الأرض فتتعلق السيارة ولا يهم ولا يهم هات الواية جيب قول له صفار ايش هذا يا ولد لا 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 هلا هلا والله ان شاء الله طيب والله خير يلا يا ابو شباب تعال يا ايتر سعود من هنا عدل درك سارك عدله روح يا شباب الصغير بس 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 سلطان رجع ورا شوي هلا طالع ثقيل مره ثقيل واحد ابو الشباب طالع ثقيل تقيل واحد حط اثنين واطلع تقيل اثنين ها وبعد ثلاثة يطلع انه واحد نمرة ثقيلة زين محشورة شفتوه كيف يكتف وهو طالع اصبر عليه يا ضيف الله قدام يا ضيف الله قدم عليك قدر عليك ربي ما شاء الله تبارك هيمان برونكو الله تبارك الله تعال يا سعود سلطان سعود ينزل من عندك يجي هنا يفك واحدة جديدة قدام قدم وقدم يا سلطان تقدم يا ابو الشباب سلطان جيب ليش يكتم عنده يلا يا سعود هنا اباك عندي لا ما عليك عندي خط جديد سعود سريع عشان الوقت ما ابغى ينسدح علينا اول اليوم ايوه امس اليوم الله ايوه مثالث ها اريك مثالث لما استب استب معنا واخر عيال اللي وراي شيل النعول حق مين الخضره ذي مزافلت لك يا سعود سعود ما عاد يبغى لها وليد مزافلت خلاص انا تسلك يا شادي جديده ما حد بس يلا من عندك خلاص يا اخي خلص يلا هنا صلاتي على النبي يا لبى قلوبكم ايه قدام
يا حيلي والله العظيم قسم بالله انت راعي مراجيح انت زمان كان عنده مراجيح هذا تصدق ايوه بعد اربك يلا ما انت سافلت لك بس بطل تدخين اول شيء اخر واحده تركي خلاص سعود سعود خلي غيرك يعافر فيها بالله والله بتجيبها والله انا ما ابغاك تجيبها انا ابغى غيرك يعافر يلا يا تركي هنا ولا هنا اي واحد اللي يبغاه بكيفه كيف يا جماعه طبعا هنا البثوث لايف شغاله يا جماعه الخير اليوم حفله برعايتنا بالليل اوريك الحفله بالليل وايش ما اشوف تعال ويجيب قال هذا يجيب ولا هذا ايش سامسونج في الكامل ما شاء الله تبارك الله قرب معي عشان يستمتع لك مرة يا هلا وسهلا بكل اللي موجودين معنا ضيفوا الحساب احنا كل جمعة فريق رواد المملكة نطلع في هذه الاماكن ونسوي فعاليات وسباقات زي ما تشوفون حيا الله الجميع مشرف ومنور عليكم روح يلا روح الثاني بسرعة الثاني احمد ويوسف يتقدم الينا عليك رب هنا قدام صلي على النبي اذكر الله واذكر دعوة قولوا دعوة الجمعة اليوم صارت ساعة استجابة اصقعوها ايوه مطلوب ايوه منو ذا؟ ابو عبد الله يا حبيبي حي الله والله حي الكاشف حي الحكومة يلا اعرف نظرة اعرف شفت لو خليتها على سعود قاعد يعافر فيها 5-6 مرات بتصير زي ذيك مرتين وعلى جنب مين هذاك التيوت هذاك روح ما قصرت يا سلطان هناك الثاني هذاك ما حيقدر هنا طبعا كل سيارة عن الثاني تفرق يعني ما اعتقد تيوتا والله تيوتا لو طلعت من هنا اقسم بالله اقوم اولع فيهم ذولي كلهم ولا يستطيع اجيب الفرد يعني اجيب الفرد اجيبه وقف هناك وربي الله بس اعطوني مسافه وربي يجيبه برا ما انت الناس كلها تقول لك اعطينا مسافه برا ديوتا وش هو هذا علمونا برادو ولا وش برادو صغير ذا غسلوه ولا ايش يا عيال والله ما شاء الله تبارك الله كفو ما شاء الله تبارك الله والله انك واحد من باكستان والله ونعم يا هلا وسهلا والله يشرفنا جيبونا نتكلم معاه صل يا سلطان اللي يجي من عندك يبغى هنا مرتين بس احلى ما فيها الجعفه ذي في النسوان يا شيخ ما خلى حتى ما وقفت لك والله يا ابو عبد الله ابو عبد الله قام يهندس في السياره مراد مطلوب يا مراد مضروب فين هنا يا كيف سرقت انا ما شفتك والله اوقف اعيد ارجع يلا يا جايبه من اخر الدنيا علينا لف 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 هنا والله ابغى اجيبها والله
طفي لمبات، مولع لمبات ليش؟ اسمع سلطان، سلطان نور. ايوه هذا جابه من اخر الدنيا. لا لا كذا لا لا سنتوب يجيب ولا لا يا جماعه؟ سنتوب حار هذا. اي تفضل. اي والله سنتوب حار. هيا عبد الله. لا هيا هيا استلم بقشعنا ذا. ما جبت اللي هذا بتجيب الثاني. يلا اخر مره يا ايش اسمك بلال؟ حيا ابو احمد جيب سيارتك وتعال يلا. يا هلا ويا مرحبا يلا حيا ما في حاجه يلا نداوي يا جماعه الخير. ايش لا؟ لا 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 النداوي تزوج. لا اسمع اسمع تمام وتزوج واحد اكبر منه سن. انا اقولها بالامانه انا ما اخبي انا ما عندي. وهذا وين بينزل ذا؟ فين بينزل ذا الطقم ذا؟ طلبوني قلت له مشغول. طب مو من هنا؟ مع فتزوج واحد اكبر منه بسن ما منعته مني. يلا يلا دور لك واير يلا. قلنا لك فهمنا فيك كم مره قلنا الدعسه الاخيره دي لا ذبحتوني قسم بالله ذبحتوني. وحش الا شوي ايش فيها بلا خلاص خلاص يمين يسار يلا يمين يسار يمين يسار الدركسون وحش جيبوا واير يا اخي والله العظيم تضيعون الفرصه والله ضيع انت قاعد تشوف الكاميرات تدور وسبت الدركسون مكانه ترى الدركسون يحرك السياره من قدام يلا مشي حالك عبد الله يبغى مدى يبغى مدى عشان الكام اسكت يبغى مدى ما يفك الكام عندي مالي شغل من زين سوي عبرانه ما تمشي النسيه ما تمشي يا شباب لا 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 قدام سرقت والله سرقت سرقت وين هذا اللي يجينا من اول بيساعد يا شباب ابو وليد قدام كلهم معدلين كلهم معدلين ما في احد ما معدل حتى انا متعدل حتى هو حتى قائد متعدل حط نمره النار سلطان جيب لي السيارات اللي ما جربت اللي جربوا يستنوا دقائق عشان يطلعوا في اللقطه كلهم معلش يا ابو خالد دقائق يلا احسن ما سويت يا جيب هذا الخط اسهل لك روح من هنا لا مو عوائل ذا هذا مو العوائل ذوك اللي يزحفون اتعلقت يا صلاح اضربك لفت الكسول لفت الكسول يلا حيو هذا في وادي الربع كيف يا عبد الله؟ كيف يا عبد الله؟ جيب لي سيرة 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 سريع سريع يا اخي تدلع نفسك يلا امسك خطك يلا على جنب على جنب سيارة سيارة بسرعة عشان صلاة المغرب يا شباب قصر عليه يلا روح الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الابيض اخوه والاختلاف الالوان وين يبغى يبغى الجديده ولا القويه والله جاء الاسد هنا جاء وين راح هذا يجي هنا لو ساء هذا من اخوينا صعبه قويه اعطوه مسافة اعطوه اللي يبغى اعطوه الدوري انت يقول
مسافه. انا اي والله اعطوني مسافه، انا اوريهم والله شكم شك. واحد لا اثنين. يا سعود اما اثنين ولا ثلاثه؟ طبعا يا جماعه الاول ثقيل، لا تحاول تستخدمه في الفعاليات، ما هو حق هالمكان. استخدموا سحب او مسافه قصيره معلش. ثلاثة اسمع، ثلاثة أربعة خمسة ستة ما يطلع. يطلع ما يطلع يا سعود ما يطلع. ها وكم طالع هو؟ ايش سعيد انت الحين؟ دقيقة مراد دقيقة. ايوه توضحني؟ هذا كم ثالث؟ عشان كذا انا قاعد اسال. ليه زعلان؟ ما تلف الطارة؟ ايش؟ يلا يا سعود سعود. لا كم طلعت الان؟ ثقيل ايش؟ ثقيل ثاني؟ طب ارجع، لا تطلع بلفه كذا، اطلع مستقيم زي ما انت. ارجع 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 ارجع. روح 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 بس. غريبة اثنين تقول ليش ما شاب كوم. يلا نداوي معك في البث. ايوه داخل باسم اسمه نواف. يلا سعود ما في وقت. يلا يا بطل يا وحش. معليش يا كم الكفرات من سالي. ابو الشباب بسريع. تقرا الكومنتات سريع يا سعيد. سلطان كل واحد نص دقيقة عشان خلاص وقت المغرب. ضيعت الباور كله نبغاه هنا، ضيعته تحت. اهلا وسهلا باللي شرفونا في البث اللايف. اهلا وسهلا، بس المشكلة انا قاعد ماسك تصوير القناة فماني معكم كثير. ارجع بس لا تخليه ينحرف. روح يلا ما وزنا هم يضيعون البور في اللفة الانشتال. اطلعها فوق اللفلفة هذه. يلا ما عليه يجي غيره. يلا يا ضيف ضيف سريع اللي وراك الجمس سريع. اذا ما الكفرات الاربعه ماسكه صح في الارض تمام يضيع، لان في واحد من الكفرات يفحط يضيع البور. تبا يا شباب يا شباب سيارات.
وين الانحراف هذا؟ قلقل يا قلبي من داخله والله راح خط ثاني خاف يجي عندي دحين شوف سارقه وبرضه ما ضبطت التوتر التوتر هذا والله لو مو ابو عامر يصور كان قلت لك ركز في التصوير بس الحين نقعد صلاة المغرب تكون اعداركم كلها ثلاث بنزين مليان عصبة هاي ورطه ورطه دعين اثنين ورطه يقول له اخر عني هذا كان ما يفتح الكامل الكلاس الرياضي ما يسوى اجيب الفرد كذاب وفيصل تكلمت في المقطع اللي راح قلت يا جماعه الخير الفرد ليش ما شارك فيه انا ضربت الجنوط عيدة وكررها ضربت ابويا يعني تلميعه والله هديهم لما ضربوه من جوا الان لو نزل الهواء 10 يفسخ علي زي سلام عليكم واذا لا فسخ عذاب الدنيا لو فسخ فما ودي والله العظيم وما عندي وقت والله يا جماعه يلا الحين عشان اسويها لازم ارفع على 4 ستاندات واشيل كفرات انزلها برا واديها فيلم والله الوقت ما مو مساعد صراحة يلا يا ابو خالد ياهو قوله عيد 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 قول له نظام القوي انا ما يجي ابو خالد كذا ما يجي ما شاء الله تبارك الله يلا يلا سريع يا شباب الوحيد اللي نجح بعد السرقه خير هذا ابو خالد نص دقيقة واقفل هذه حقيقتك هذه حقيقتك ولد هذه حقيقتك انا عارفها مكانك حلو واير هذه حقيقتك قلتها انا ما تسمع الكلام ديرتكم وتغرس فيها طرق ما يخالف يو 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 انتم بتخنقون انتم مو بتربطون اصبر وراك وراك يا ولد يلا 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 عبد الله عبد الله والله يا خمسه انفار معاكم تجرون يلا عبد الله يلا حاول الله يفشلكم فشلتوا خلاص خلاص حفر طاح بطنه عبد الله عبد الله طاح بطنه جيب لا لا مين اللي بيسحب كذا اعدام يا اخي ايش في النياسين السوداء اللون ياتي الاشهب اللون في الواير حق الوجه في الهوك نفسه طيب حتى ما يسحبون هذه السيارات الكلام اللي ابغى اقوله يا جماعه الخير اي احد عرف ابو فيصل عن قرب وصار بينه وبينه عيش وملح وصار بينك وبيني شغلات انا ماني ملاك انا مش شخص
أجبرك على أنك تحبني أو أني أكون أنا عاجبك أو أكون شخص مثالي. كلنا بشر، كلنا فينا عيوب. الأخوان اللي يدخلون يتكلمون في القناة ويعيبون في حق أبو فيصل، تمام؟ أنت للأمانة بقول لك ياها، أوجه لك كلمة، ما عندك الشجاعة أنك تجي أمام أبو فيصل وتقول له يا أبو فيصل فيك ويخطيك. أنت تدخل باسم مزور أو يوزر نيم ما نعرف مين أنت، نجهلك، ما أعرف هذا كلامك صحيح أو غير صحيح، وقد يكون صحيح، لكن لازم تعرف الحقيقة من أبو فيصل نفسه. أنك تستمع لطرف واحد وتمشي أو تشوف شغلة ما استفسرت عليها مضبوط، تمام، وتدخلي على القناة وتتكلم، راعي العيش الملح اللي بينك وبين أبو فيصل، راعي المعرفة اللي تعرف فيها قناة رواد المملكة. في يوم من الأيام، قد يوم من الأيام يا أخي رسمنا بسمة على 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 وجهك، تمام، واليوم رميتنا بأسهمك ورميتنا بكلام ما له داعي. أخي الفاضل أو أي أخ عنده شيء، أنت منت مجبر أنك تتابع أبو فيصل، تمام؟ وأبو فيصل ما هو ملاك قلت لكم منزل من السماء عشان يكون على مزاج الكل. أبو فيصل شخص بالنسبة لكم، وأنتم بالنسبة لأبو فيصل أعداد كبيرة. أتمنى اللي زعلان من أبو فيصل في شيء أو ما عنده حقيقة، تمام؟ السمع مطرف واحد أتركك منه، تمام؟ السمع بطرف واحد أتركك منه، وخليك اسمع من الطرفين. لما انت وصلك كلام عن ابو فيصل، واجه ابو فيصل، لا تجيني متنكر، لا تجيني بيوزر وتكتب لي كلمتين في القناة. ترى انت ما حضرني بشيء، بس انا احزن على هذه الاشياء، يعني انك عبت في ابو فيصل وانت بلا علم. هذه الكلمتين اللي عندي، اتمنى من عنده شيء اكتب وقل انا فلان بن فلان، بس لا تكتب لي تحت اسم مستعار، لا تكتب لي تحت اسم ما أعرفك مين وأجهل مين الشخص، إيميل، مجرد إيميل. أنا والله ماني فاضي بقعد أبحث عنك على إيميلك ودورك مين أنت، أنا ماني براعي مشاكل، بس قل أنا فلان فلاني راعي الموتر فلاني وحصل منك يا أبو فيصل، أنا مستعد أواجهك قدام الناس هذولي كلهم اللي تتابع قناة رواد المملكة، تمام؟ بس لا 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 تصير يعني ما بقول كلمة، ما بقول كلمة جبان، لا تصير خايف يعني، تمام؟ أنك تجيني باسم مختلف وغريب. تحياتي لكم، نراكم إن شاء الله في المقاطع الليلية. هذا كل ما عندنا حاليا، هذه آخر سيارة، يلا ثواني ولعوا كشفاتهم، صلاة المغرب يا يوسف بالله، روح قيم الصلاة كلهم يجونك، يلا يلا يلا، أنا ثواني أقفل. تحية لكم، نراكم على خير إن شاء الله. هالي الواحد يطيح والثاني لا خلوا مكان. نراكم على خير إن شاء الله، استحملوني في الكلام اللي قلته، لكن والله العظيم مفترض أني أنا أوضح صورة معينة، تمام، للأخوان اللي عندهم شيء في خاطرهم على أبو فيصل. تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.